والمرة دي هنطلع ونشوف نماذج مشرفة بره مصر الحقيقة، وتحديدا في أمريكا، لأن في أمريكا أكتر لعبة شعبية فيها هي كرة السلة. لكن لما تعرف ان احد الانديه، وهي يعني انديه الجامعات تحديدا في نيويورك، بتلعب في ضمن صفوفها لاعبه مصريه، ده حاجه تشرف، حاجه تدعو للفخر، لانها كمان كانت بتلعب في منتخب مصر في السابق، وهي اللاعبه ساره نادي الشهيره بساسو. خلونا نعرف يعني قصه حب كره السله عند ساره اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف من الولايات المتحده الامريكيه. صباح الخير يا ساره. صباح النور. يعني ساره او ساسو بقى، عاوزين نعرف بدايتك في لعبه كره السله، وليه اخترتي يعني هذه اللعبه تحديدا؟ بدايتي كان اخواتي كلهم، انا عندي اخين كبار واخت كبيره، انا اكبر واحده، فكانوا هم يعني على طول في الرياضه، وخصوصا الباسكت، بيلعبوا باسكت من زمان. فمامتي حاولت معايا قبل كده رياضات ثانيه، لعبت شويه جمباز، بعدين تجربتي معاه ما كانتش كويسة، وكل ده كان أنا بدأت في نادي الصيد. فكانت مامتي عايزة تدخلني فريق الباسكت عشان أبقى زي إخواتي. بعدين ما كنتش يعني حابة إن أنا أبقى في فريق أو كده، كنت حابة دايما إن أنا أروح وألعب لوحدي كده أهو، لغاية ما مامتي وبابايا أقنعوني دخلت الفريق، ومن ساعتها كملت بقى مشواري كله في نادي الصيد، وحبيت اللعبة وكملت فيها، كانت هي الرياضة الوحيدة بالنسبة لي. طيب ساره، طبعا صباح الخير عليكي، واحنا الحقيقه يعني شرف لينا ان انت معانا في صباح الخير يا مصر. بس خليني اقول لك انه لعبه كره السله من اصعب الرياضات، وتحديدا بقى وانت بتلعبي في دوله بالنسبه لهم رياضه كره السله مثلا زيها زي كره القدم بالنسبه لنا هنا. الام بي اي هناك يمكن ناس كتير جدا بتبقى مهتمه انها تتفرج عليه، رياضيين طبعا ولاعبين كره السله كتير جدا ومشهورين جدا. فانا عايزه اعرف منك يعني مثلك الاعلى في اللعبه ان كان في مصر او عالميا، وعايزه اعرف منك ازاي قدرتي تبقي يعني شخصيه تشالنجينج، او قدرتي تتحدي وتاهلي نفسك ان انت تنافسي في دوله بالنسبه لها رياضه كره السله رياضه مهمه وشعبيه جدا. تمام. اول حاجه ميرسي جدا يا جوانا واحمد على ان انا موجوده معاك النهارده، حاجه اكيد شرف ليا، وهجاوب على سؤالك حته حته. اتفضلي. يعني اكيد طبعا هي فعلا الباسكت من الرياضات المشهوره جدا في امريكا، بس هو الواحد يعني زي ما انت قلتي، هي الرحله بتاعت الواحد ما بتبتديش من هنا. يعني انا كنت طول عمري بلعب باسكت، دخلت من ساعه ما كان عندي 7 سنين، دخلت ولعبت واتمرنت كتير ولعبت بطولات كتيره مع نادي الصيد، وبعدين جه سني ان انا ادخل المنتخب، دخلت المنتخب، لعبت بطولات كتير مع المنتخب، ورحنا كاس عالم لغايه 2016 بالظبط، لما لعبت اول سنه ليا مع فريق الدرجه الاولى في نادي الصيد. فهو كل السنين دي هي دي الحاجات اللي بنتني، وهي دي الحاجات اللي هي قوتني وادتني خبره، وان انا كنت سنه عن سنه بشتغل على نفسي وبطور من نفسي وبعلي مستوايا. فهي دي الحاجات كلها اللي يعني انت الواحد لما بيروح امريكا او بيحترف او بيروح جامعه او كده، مش بيروح ويبتدي من هناك، اكيد بيبقى في زي ليفل معين، في اساس لازم يكون في اساس تاسس عليه. طيب قولي لي مين يعني مين بقى مثلك الاعلى في اللعبه؟ ده الجزء الثاني من السؤال. يعني عندي ناس كتيره بصراحه، مش عارفه، ما فيش اسم معين انا اقدر افكر فيه، بس هي الحاجه برضو من اللي انا يعني كنت على طول مهتميه بيها، ان انا مثالي الاعلى اكيد ناس كتيره اللي هو بتلعب باسكت كويس وعايزه ابقى في نفس مستواهم، بس في نفس الوقت ناس كشخصيات عامه انا ببص لها ان انا عايزه ابقى شخصيه كده، او الناس تبص لي كده، او ابقى قدوه للناس بره حتى الباسكت، مش شرط بس في مستواي او مش شرط بس في بطولاتي، بس كشخصيتي ومعاملتي للناس الثانيه. نعم. طيب سارة، عاوز اعرف منك يعني اكيد في بداية اللعبة انت قلت اللي انت دخلتي الاول ما كنتيش بتحبيها بالشكل اللي انت وصلتي له النهاردة، لكن اكيد كان في تحديات وصعوبات قدامك، وهل انت النهاردة نقدر نقول حصلتي فعلا على افضل لاعب في الفريق؟ اكيد الواحد فعلا يعني كل ما سنه بيكبر وكل ما بتبتدي بقى تخش بطولات، وكل ما الدنيا زي ما بنقول تخش في جديه شويه، بيبقى فعلا في ضغوطات وفي صعوبات،
خصوصا ويعني اكيد انا حسيتها اللي هو مع خلاص اول ما واحد بيخش المنتخب او اول ما بيبتدي يلعب بطولات قويه بيحس ان هو الناس كلها وصاله والناس صحيح. كلها مركزه معايا، فاللي هو انا مش بس لازم احافظ على مستوايا، انا لازم اشتغل على نفسي، لازم اطور نفسي سنه عن سنه، ودي برضو يعني اكيد فعلا يعني تشالنجز وحاجات كل اي حد رياضي. بس حسيتي يا ساره بالتطور ده في ادائك بعد قد ايه من فتره ممارستك للعبه؟ افندم حسيتي بتطور ادائك بعد قد ايه من ممارسه اللعبه؟ حسيت بيه عامه يعني اكيد وانا يعني مش عارفه اكيد لغايه سن 14 او حاجه لغايه ما الموضوع بدا بجد، وبعدين بقى مع اول سنه دخلت بيها لعبت بطولة افريقيا مع المنتخب اكيد من ساعتها يعني الواحد لما بيلعب بطولات بقى انترناشونال عامه بيحصل اكيد طفره ثانيه يعني. صحيح. طيب ساره، عارفه في كده مثل عندنا بيقول ده عنده عقده الخواجه، تسمعي عنه؟ طيب سؤالي ليك يا سارة، أنا عايز أسألك عن برياضة كرة السلة بالنسبة لمصر. في ناس تقولك ده بره بيهتموا جدا بالرياضات وبالرياضيين، شوفوا ازاي احنا عندنا لسه محتاجين نهتم أكتر. أنا عايز أسألك ويعني وخليني أعرف منك بشكل شخصي إنه احنا بالنسبة لنا وعن تجربتك أنت الشخصية، هل بالنسبة لك تأهيلك بالفعل كان يضاهي تأهيل رياضيين بره طبعا اللي بيلعبوا رياضة كرة السلة، ولا مصر واقفة فين بالظبط في رياضة كرة السلة وتأهيل كمان لاعبي كرة السلة؟ يعني بصي من ناحية إمكانيات، فإن احنا أكيد أكيد عندنا إمكانيات إن احنا نعمل أبطال وإن احنا نمرن الناس كويس وإن احنا نخرج أبطال، لأن احنا أوريدي عندنا أمثلة كتيرة جدا من الناس ما شاء الله ناجحة جدا في رياضات مختلفة مش الباسكت بس. صحيح. بس علشان برضو اكون صريحه، هو احنا عندنا كل الحاجات دي بس مش دايما واخده اهتمامها، وخصوصا رياضات البنات. يعني في الفتره الاخيره يعني بصراحه في يعني تطور جامد واحسن، ان هو في كفرج اكتر لبطولات البنات او فرق البنات عامه، او اهتمام اكتر والناس مركزه معاهم اكتر، ودي حاجه جميله، بس لازم الموضوع يزيد ولازم الموضوع برضو ياخدوا اهميته، مش بس رياضات الولاد او مش بس الكوره او مش بس الحاجات دي. فاكيد فعلا يعني حصل اختلاف عن السنين اللي فاتت، بس برضو لسه محتاجين نكمل عليه. طبعا انا بشكرك يعني شكرا جزيلا ساره ريدي لاعبه منتخب مصر لكره السله وايضا المحترفه في ناعه جامعه روبرت فوسلن الامريكيه، بشكرك جزيل الشكر يا ساره.